بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا حول هذا السؤال، وهو بالنسبة إلى غير البالغ إذا كان مميزا هل يصح منه الصوم وسائر طبعا التكاليف الشرعية، بس الكلام عن الصوم، أو لا يصح من إذا كان غير بالغ، هو غير واجب عليه، غير واجب عليه معلوم، لكن لو جاء به هل يقع صحيحا أو لا؟ شاب عمره 13 سنة بعدما بالغ صام، صومه مجزئ وصحيح، هذا غير موضوع الثواب طبعا، الكلام عن الصحة. بالأمس ذكرت، أول أمس، بعض الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على أنه لا يصح، لا واجب عليه ولا يصح منه أيضا. لكن هناك جملة كبيرة أيضا، جمهرة من العلماء كالشيخ الطوسي رحمة الله عليه، والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول وغيرهم من العلماء الكبار، قالوا بأنه يصح منه العمل، مو واجب عليه، لكن العمل لو جاء به يكون صحيحا. زين، ما هي أدلتهم الذين قالوا بعدم الصحة؟ ذكرت أدلتهم بالأمس. هؤلاء ما هي أدلتهم؟ لاحظوا الدليل الأول الذي ذكروه، سأذكر بعض الروايات أيضا. قالوا هو صحيح مو مأمور بشكل مباشر، يعني غير البالغ حتى لو كان مميز مو مأمور بشكل مباشر، لأن التكاليف الشرعية، الأوامر الشرعية توجه للبالغ مو لغير البالغ، وهذا غير بالغ، ولهذا ما في توجيه مباشر، ما في أمر مباشر صادر من الله سبحانه وتعالى إليه يقول له صم صلي، ما في. لكن وإيش فيه؟ شوف ماذا يقولون. يقولون الأمر بالأمر أمر، كما نص على ذلك بعض العلماء. شلون؟ لأننا أمرنا بأن نأمر صبياننا بأن يصوموا، يعني الآب أمر بأن يأمر ابنه غير البالغ أن يصوم، ففي أمر صادر بس بالواسطة. شوفوا الرواية اللي قرأناها بالأمس اللي هي إنا نأمر صبياننا ومروا صبيانكم، شوف في الرواية قرأنا إنا، وفي صحيحة الحلبي إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، هذا واحد. في الرواية أيضا مروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. لاحظوا إن في أمر، بس أمر بالواسطة، أمر بالواسطة، ولهذا قالوا الأمر بالأمر أمر، يعني عندما أمر الأب بأن يأمر الصبي صار أمر صادر في حق الصبي، وهذا كافي في القول بشرعية عمله. وإذا قلنا بأن العمل مشروع إذن يكون صحيحا، غاية ما هناك أنه ليس واجب وإنما مستحب، ولهذا بإمكانه أن ينوي الندب، ينوي المستحب، يقولون هكذا. فهذا الدليل الأول. دليل الثاني ما هو؟ قالوا إطلاقات الأوامر الشرعية، هذا هؤلاء الذين قالوا بالصحة قالوا إطلاقات الأوامر الشرعية، يعني عندما تقول الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا يشمل الخطاب، هذا ما في إشارة إلى أنه البالغ المميز والبالغ غير المميز وغير البالغ، يعني غير البالغ المميز غير البالغ غير المميز، ما في إشارة لهالشكل، لهالأمور هذه، لهالعناصر. الآية أطلقت الكلام، قالت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومدام سكتت عن البيان بخصوص التفاصيل معناها أنها تشمل الجميع، فتشمل كل إنسان مدرك يصح أن يطلق عليه مؤمن، البالغ مؤمن، غير البالغ إذا كان مميزها مؤمن. فالروايات، فالآيات المباركة والروايات فيها إطلاقات تشمل مثل غير البالغ إذا كان مميزا. لكن هذا في كلام طبعا أنه يصح، أو يعني هل هذا الإطلاق تام من هالجهة أو لا، هذا يأتي الكلام عنه.
في إشارة في الروايات. هذا الدليل الثالث، لاحظوا عندنا بعض الروايات يظهر منها أن البالغ يصح أن يكون إمام جماعة، عفوا البالغ خب يصح لا أحسنتم يميز. في عندنا بعض الروايات يظهر منها، بعض الروايات تقول لا جميع الروايات لأن هذا الموضوع محل جدل، في بعض الروايات يظهر منها أن غير البالغ إذا كان مميزا يصح منه أن يكون إمام جماعة. يعني شوفوا مثلا هالرواية، فإذا صح منه أن يكون إمام جماعة وهو مميز غير بالغ معناه أن العمل يقع منه صحيحا، وإلا على أساس يجوز الائتمام به أصلا ويكون إماما، إذن عمله صحيح شرعي وصحيح. شوفوا مثلا هالرواية، صحيحة غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، رواية تقول هكذا: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أي أم القوم وأن يؤذن، أي أم القوم وأن يؤذن. تعرف يؤذن يعني شنو؟ يؤذن للصلاة، والأذان للصلاة تعلمون أن أذان الصلاة غير أذان الإعلان، هذا اللي نأذنه في الميكروفون هذا أذان الإعلان، أكو عندنا الأذان الثاني اللي نأذنه هذا أذان الصلاة. الآن في صلاة المغرب تعودنا أن المؤذن حتى لو يؤذن في الميكروفون يؤذن أذان الصلاة، ما يؤذن أذان الإعلان، ولهذا من شروط أذان الصلاة أن ينوي القربة، يعني يؤذن ها قربة لله تعالى. أذان الإعلان لا يشترط فيه القربة، بس أذان الصلاة يشترط فيه القربة. زين، إذا اشترط فيه القربة، القربة ما لا تتأتى إلا من البالغ. ليش؟ لأن لابد من صدور أمر. شلون الرواية تقول هنا يصح إلى إذا أن يؤذن، يعني معناها مع أنه غير بالغ يصح منه أن يؤذن، ويصح منه أن يعني أذان الصلاة يعني يتأتى منه قصد القربة. ثانيا يصح منه أن يكون إمام جماعة، الرواية تقول فإذا صح منه أن يكون إمام جماعة معناها عمله شرعي يصير. شوف الروايات الأخرى، الصدقة منه صحيحة، العتق لو كان هو عنده عبد مثلا، هذا بالنسبة للأحكام السابقة يعني، ولكن نفهم منها حكم معين، أو عنده أمة يجوز له أن يعتقها وعتقه صحيح، الصدقة اللي يدفعها صدقة صحيحة، الوصية إذا كتب في الوصية أنه ثلثي تصرفونه في المكان الفلاني مع أنه غير بالغ، إذا كان مميز تنفذ وصيته، هذا معناه عمله صحيح شرعي. يعني شوف الرواية صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إذا بلغ الغلام 10 سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته. وشوف الرواية الأخرى لصحيحة سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام: يجوز صدقة الغلام وعتقه. فمعناها الوصية صحيحة، العتق صحيح، الصدقة صحيحة، إمامة الجماعة صحيحة، الأذان صحيح. وإذا صحت الأعمال في جميع هذه الأعمال، زين، معنى ذلك أن عمله شرعي وبالتالي يكون صحيحا وإن لم يكن واجبا. ولهذا إذا أراد أن يأتي بالعمل ينوي الندب ولا ينوي الوجوب، ولكن يقع منه صحيحا بدلالة هذه النصوص وهذه الأدلة. زين، تلك أدلة القائلين بعدم الصحة وهذه أدلة القائلين بالصحة، كيف هذه ينظر إليها إن شاء الله في البحث القادم نتعرض لها نأتي. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.